السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نجيو اليوم نديرو الحرشه. مهم درت انا السميده اللي رقيقه بزاف، جبت هذه شفتوها من الليدل الرقيقه. درت جوج ديال الجبانيات هذوك اللي تماك، واحد شويه ديال الزبده باش تعطيها البنه، وربع كاس ديال الزيت، والقبصه ديال الملحه، وشويه ديال الخميره ديال الحلوه، ومعلقه كبيره ديال السكر. هادشي اللي درت فيه البنات. انا بالنسبه للحليب ما كنعبروش، كندير تتجيني على هذا الشكل هذا. ها هي حيت هادي ديال السميده رقيقه، ما كتشربش بزاف ديال الحليب. ودابا غادي ندهنوا الطاوه، ندهنوا الطاوه بالزبده، كتروا الزبده. من بعد ما دهنا بالزبده غادي ناخذوا السميده وغادي نرشوها نكتروا. صافي البنات، ها هي قرصتها. دابا غادي نشعل ليها النار، خاصها تكون مجهده كيف ما قلنا يا البنات. تنجهدوا عليها العافيه في الاول حتى تتبان لينا تتنفخ، تتنفخ واحد الشويه. ديك الساعه تنديروا العافيه متوسطه باش هكا تجينا. ايادي كان هكا تندير البنات. ها هي من بعد ما طابت من التحت، انا قلبتها دابا باش تطيب من الفوق. هي البنات الحرشه جات على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، رائعه والبنه يا سلام. مهم الا عجبتكم الوصفه ما تنساوش معكم الاشتراك واللايك والتعليق والبارطاج مع اصحابكم وحبابكم، وشكرا لكم بزاف.